ستوغلر بيخترق على السلة بروح بيسجل تيرل ستوغلر أولى نقاط النادي الأحمر. من اللاعب عمر توماس بوقت علي مزهر بيسدد عن الأرك بنجاح. بس بريبون مايكل إفيبرا بفضيلة تيرل يلي بيسدد عن الأرك بنجاح. بيوصل لعزة الأيسي يلي بياخذ التسديد الثلاثي وبيسجل الأيسي. بمر لتيرل تيرل ستوغلر بيخترق. مش معقولة مش معقولة تيرل ستوغلر. عزت بسدد للمرة الثالثة بالمباراة. بعض اللاعبين أو بالتغييرات الدفاعية باتريك بسجل بوعبود. تيرل محاولة ثلاثية برد ستوغلر عن الأرك. عزت بعد عنده ثلاث ثواني ثريتين علي مزر بسدد على الأرك بسجل المزر. عزت الأيسي كمان بسدد على الأرك بسجل الأيسي للمرة الرابعة. حيحاول يكبس السلة بتوصل لها هيمن يلي بسجل نقطه العاشرة. يلي برد على مايكل إفيبرا بيخط السيد الثلاثي بسجل للمرة الثانية. ستوغلن ستوغلن بيخترق بسجل تيرل ستوغلن. ستوغلن عم بمرر لباتريك بوعبود اللي بياخذ تسديد ثلاثية بصعوبه بمرر لتود اوبراين. اوبراين اي لاف ذيس جيم. نرجع بنقول كمان تيرل بياخذ تسديد ثلاثية. لا 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 برجع بطلع طابله مره عند فلادا اللي بسدد على آه. لا 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 لا, لا. بسجل فلادا. بوعبود بمرر لقدام عند تيرل ستوغلن. تيرل ستوغلن بيروح على السله بسجل ستوغلن. نقاط علي مزهر بيخترق بسجل المزهر. حلو ريباوند. واو تود اوبراين. تيرل بمرر لباتريك. بايك إفيبرا بياخذ التسديد الثلاثية. لا 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 مايك إفيبرا. مايك إفيبرا بيخترق على السلة بسجل. مايك بسجل هيمن بسجل. هيمن وأنطونيو هيمن بسهولة بسجل وبصعب المهمة كتير.